واش دراري الدريات، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في رياكشن اليوم. الرياكشن اليوم غادي تكون على التراك اللي طالع سبع توندونس، عبد الغفور داكور فيت ايلي. التراك هادي طالع 7 اون تريدينغ، صوت التراك باينه هارب ديال بصح. هادشي اللي غادي نشوفو اليوم الدراري. صوب بلا ما نطول عليكم بزاف، الا كنتي اول مره كتشوفني بتشرح واحد اليوم حط كومونتير، حط سبسكرايب، لايك ديالك كتعاوني بزاف 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 باش الفيديو يبان بزاف 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 باش الفيديو ديالي يبان عند بزاف 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 ديال الناس. انوي يلا ندخلوا الرياكشن. بيس ليكم الدراري، ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، ادخلوا الانستغرام. هادشي اللي كاين الدراري، ما تنساوش برود باي نيغافون. هاد الصوت ناضي ديالو بصح هو اللي كيخدم بزاف. نيغافون كيخدم كاع تقريبا كاع التراكات ديال عبد الغفور. الدراري هو اللي كيخدم له بزاف، يعني هما اصلا 20 وكذا والمسائل، صاو كيخدم له البرود. الدراري هذا عنده ما يقول. مؤخرا لح فيديو كليب على التراك ديال صافا اللي كانت مسحلو، كان يمكن لصق له مليون، اول مليون عنده في الشين ولصق له. المهم جا كوبي رايت والعلاعب على الفيديو انيميشن، صاو لاحو كليب. دخلوا تفرجوا ليه الدراري، واليوم شفناه مع ايلي، وهادشي اللي نديرو له رياكشن اليوم. تعرف كي درشة مفيدة فيني مطلع مرة نيدة ربي تواش مسميش فيدة دارونا لاصف مفيدة يما كشبو لها فولي تيري ساوم ولي تيري ساوم ضربنا تشمارا ما جاتش بسال والله ما بسال. ربي على شي وحدين الدراري، والله حتى غنعاود هاد البارتي بالرب، والله الا صدماتني الدراري بالرجولة. شوفوا الحقادة والمسائل وكذا، هبطوا الريد، والله الا هبطوا الريد وديروا داكشي اللي كتبغيو، فهمتي؟ دير هذاك الشيء اخويا اللي كتبغي واللي كترتاح فيه نتايا، ديرو ديرو وخلي بنادم يكون بروجو. والله تهربان الدراري، هادشي بالرجولة. التراك هذا كان خصو يكون كليب بالرجولة وبلا ما نهضر. عرفتي راه سويتش باش كيدخل هو باش كتدخل هي، راه مفاهمين الصاط، راه بزاف والله تا تصدى ولا مي ديك الساعه فاش دقيت الباب. يعني شنو بغات توصل لك من هاد البلان الصاد؟ يعني هذاك عشيرك دابا انت اللي كتقول عليه عشيرك وكذا ومات كذا، اسيدي هاد عشيرك نهار غادي تحتاجو ديال بصح، ديال بصح. خلينا من ديك اللعب ديال سل الفنيه ولا تحتاجو ديال بصح في شي موقف ما فيهش فلوس، فيه هي وجهو. ثق بيا ما تلقاش، ثق بيا ما غاديش تلقاه. صاو اول على راسك، فهمتي؟ وحد اللي تلقاهم في جنبك في هذيك الوقيته هما والديك. صاو سكت عمر تعول على راسك انت بلا ما تعول على واحد اخر. هادشي اللي كاين الدراري. ما عرفتش ليا مين طلع من دير المرضى دم جيب لامولا صراص صوب الوالد ضرب ما تسناش الدولة ما جاش بالقلم اجيبها بلي زقاط. خويا ما تسناش الدولة، والله ما تسنى، نوض حفر اخويا. شوف عطا الله ما يدار، نوض ما تقاش جالس، ما تقاش جالس، فتح بحالي شين اخويا، فتح بحالي شين وما تقاش جالس والله. ما كاينش المورا باش نعاود ندير انا تاني امور وفي قلبي كنقولها واللي بغا يمشي راه كنقول ليه لاكور. كيعجبني كيعجبني هاد الدريري هذا، ديما كيدخل هاد البلانات هادو ديال فلانستري، كيدخل لي سكوس 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 سكوس. نادي نادي نادي
شي راه يعياو يعياو ما يسبوك واخا يسبوك وكدا صافي نسى 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 وركز ركز في داكشي اللي حطوه هنا ونسى. لايك الدراري والله تا لايك والله تا لايك الدراري والله تا لايك مو خلي لايك بالرجولة دراري دراري بالرجولة صدموني عدش والله ما كنت متوقع التراك يكون هكا بالله والله الا تراك ناضي خصو كليب هذا عبد الغفور علاش صاحبي ما صبرتيش درتي ليه كليب بصح ناري رباني ديالو بصح الدراري ليريكس ليريكس ما عندك ما تقول عليه والله الا هربانه التراك صح العفو برافو شاراوت الالي وشاراوت لعبد الغفور على التراك هذا التراك هذا مو حال واش يزول بعدا من ودني دابا حاليا فاش نسالي من هذا الشيء غنبقى دايرو غير هو وكنت نمسك ليه بالرجوله تراك واعر هادشي اللي كاين الدراري في الفيديو ولا في رياكشن اليوم نشوفو فيديو جديد وفي رياكشن جديده مع رابر جديد او جروبا او ثلاثه او اربعه او خمسه anyway الدراري peace